بنات اخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن حال. مبروك عليكم هذا العواشر، الله يدخلها عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه. كيف ما كتشوفوا هذا اليوم العالمي للمراه 8 مارس، وهكا احتفلنا به انا والصديقه ديالي. داز نهار زوين صراحه في ضيافه الاخت ايمان ايمي امجد. نخلي لكم رابط القناه ديالها اسفل الفيديو. اللي ماشي غريبه ليها دائما تبارك الله تاويل، وما شاء الله استقبلتنا بالحليب وبالتمر. كانت تحضيرات، ماشي غير بوحدها، كانت معها زهيره زازا شانيل. غنطيب لكم تاهي القناه ديالها اسفل الفيديو. المهم كيف ما كتشوفوا استقبلتنا بالحليب وبالتمر، كان داكشي زوين. حسينا ان فعلا دوزنا نهار زوين بزاف، نشطنا بيناتنا، جمعنا، فوجنا، الحمد لله. اللهم ديمها نعمه وحفظها من الزوال. كيف ما كنقولوا دائما اهم حاجه هي الابتسامه. وكيف ما كتشوفوا اكيد كانت الورود حاضره. شكرا لبندي دي فلوغ على لي فلوغ، كانوا زوينين. المهم هانتوما، ما خبيت عليكم حتى شي حاجه، نوريكم كل شيء. ولي صالي كيف ما كتشوفوا كانوا من عند غيتا قدالي، تبارك الله عليها. هذاك الشيء بنين غزال في المستوى، والبسطيله الغنيه عن التعريف، اكله مغربيه بامتياز من عند الاخت افراح الخير. ما شاء الله كان كل شيء في المستوى، احتفلنا براسنا، فرحنا براسنا. احنا الحمد لله حياتنا كامله اعياد، ماشي ضروري لوي ماكس، ولكن ما فيها باس واحد النهار نفرحوا فيه، نلبسوا حويجاتنا، نتقادوا، ننشطوا، نسطحوا بيناتنا الحمد لله. شوفوا معايا الاجواء حنينه. المهم كلشي راه ما كنتش غادي نصور صراحه، ولكن عجبني داكشي وبغيت نبارطاجي معكم، ونحس انكم حتى نتوما معايا المتتبعات زوينين ديالي. الى وصلتوا حتى هنا ما تنساوش ديروا لي جيم للفيديو، وتشجعوني بالتعليقات ديالكم الزوينه، وقولوا لي كيفاش جاكم هذا الخير تبارك الله. شوفوا معايا هذه البسطيله غزاله، كومونداتها زازا زهيره الله يعطيها الصحه، شكرا ليها بزاف. خداتها من عند افراح الخير، حتى هي تبارك الله خدمه غزاله وزوينه وبنينه. صراحة انا جو ريكوموند، زوينه بنينه كي قلت لكم، وتحمر لكم الوجه قدام ضيافكم، وبالصحه والراحه. واللي كتوحم تسمح لينا، واللي تشهاتها تسمح لينا، ومرحبا بكم كاملين معايا في الفيديو. مهم اللي ما كلاش يتفرج معايا. وهنا كانت صفه ديال لالا ايمان غزاله، حتى هي جات مع الكانيت. هنا خدينا الوريدات ديالنا، تحيه للصديقات ديالنا كاملين اللي كانوا حاضرين معنا، بلا ما ننسى حتى شي وحده، شيماء، زينب، ايمان، ناديه، شكون نسيت، فاتيستا، كنحييها بزاف من هنا تعرفنا عليها، الله يعمرها دار. وغزاله وكيف ما كتشوفوها في لي فيديو قتلتنا غير بالضحك ما شاء الله على الله يحفظها. والصديقه ديالها اللي حضرت معنا حتى هي دنيا، دنيا ما ننساش دنيا، مريم، المهم البنات كامل، ابتسام، البنات كاملين اللي كانوا حاضرين معنا بدون استثناء. وكنقول لكم من هذا الفيديو عيد سعيد، وتبارك الله عليكم، وان شاء الله في تألق دائم. ولي الشرف اني نكون وحده منكم وصديقتكم، وتبارك الله داز النهار زوين 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 بزاف. ما نحتاجش نشكر لكم البنات، راكم شفتوا كلشي على عينيكم هنا الاجواء. مهم شي حوايج ما قدرش نصوره، المهم نشطنا بيناتنا، ضحكنا الحمد لله. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفلوق، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. راه مجد لكم تحضيرات بزاف ديال رمضان، وكي غير الوقت باش نمونطي لي ما ساليتش، داكشي علاش قلت ندير لكم شويه، نكسروا داك الروتين ديال الطياب وهادي وهادي، وندير لكم شي حاجه مختلفه. واصلا هاد لا جورني خصها الفيديو يتحط في النهار، وما كاينلاش نعطلو. وكنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما تنساونيش من لي جيم والتعليقات الجميله، والى اللقاء.